العنود الحمادي المنظم العام لفن أبو ظبي، بداية حدثينا يعني اليوم الإقبال الجماهيري على هذا النوع من الفنون التي كانت سابقا محصورة على النخبة من المجتمع العربي بدت أكبر بكثير، ما هو السر اليوم وكيف هو فعليا الإقبال على هذا المعرض؟ نحن الحمد لله في فن أبو ظبي موجه لجميع الفئات، جميع الجمهور، ما في فئة معينة. الجميل في الموضوع أن عندنا نبتدي يومنا بجولات للمدارس، فالحمد لله عندنا اقبال كبير من المدارس. نحن الجدول ما شاء الله مزدحم من 9 صباحا الى 1 الى 2 الظهر بكل جولات للمدارس، فالحمد لله مخصصين جدا مجهود كبير للتعليم وللتثقيف الفني للمجموعه الطلابيه اللي يزورونا في الصباح. خلال فن ابو ظبي من افتتاح الساعه 2 الى الساعه 10 مساء يوميا نقدم ايضا جولات اخرى للي مهتمين انه يتعرفون اكثر للفن، وايضا نقدم ورشات عمل للاطفال اللي حابين ايضا يمارسون الفن بطريقتهم الخاصه مستوحاه من فن ابو ظبي. فهذا اللي كلها محاولات منا ان نوصل للجمهور باكبر قدر ممكن. الجميل في الموضوع ان برامجنا ايضا مش محصوره فقط في منارات السعوديات، لكن ايضا طلعنا للمدينه من خلال فنون الاداء، من خلال فن الشارع، هذا كله من ضمن اهتمامنا ان نوصل لاكبر عدد من الجمهور. الجميل فن ابو ظبي نحاول نواكب الفن الحركه الفنيه اللي حاصله في العالم، وان نجيبها وتكون متواجده في دوله الامارات العربيه المتحده. الحمد لله تم استقطاب فنانين من لندن، من الهند، وايضا من الامارات ان يرسمون على حاويات التخزين. هذه الحاويات التخزين تم بالتعاون مع معرض 41 اللي في الميناء، اخذنا هذه الحاويات التخزين منهم، تم الرسم عليها والحين منتشرة الحمد لله في ياس مارينا، في منارة السعوديات، في معرض 41، وأيضا في الكورنيش. فنحاول أن أيضا نجلب الفن للجمهور من خلال هذا العمل. نحن معرضنا محصور خلال 4 أيام من خلال المعرض التجاري اللي متواجد في صالات العرض المشاركة معنا، لكن حبينا أيضا نطلع للجمهور بوقت كم من يوم قبل فن أبو ظبي، فبدينا من تاريخ 10 نوفمبر عن طريق برنامج دروب الطواية اللي هو برنامج فنون الأداء اللي تابع لفن أبو ظبي. كان في عدة مشاركات من عدة فنانين، كان عندنا أفلام، كان عندنا عروض أداء فنية، وأيضا في تواصل مع الجمهور، أخذنا الجمهور لرحلات عبر القارب وخليناهم يتفاعلون مع المدينة بطريقة دروب الطواية الخاصة. فعاليات الأخرى عندنا أيضاً مجلس فن اللي هو عبارة عن حلقات نقاش وحوارات وإطلاق كتب من خلال مجلس فن، يكون من تاريخ أيضاً 16 إلى 19 نوفمبر، نستقطب فيه أهم الكتاب، مدراء المتاحف، صالات العرض، وأيضاً الفنانين إنه يتحدثون من خلال هذه المنصة. إذن الفعاليات لا تتوقف فقط على الفن التشكيلي في المعرض العنود. هو ليس فقط معرض فني، بل هو أكثر من ذلك، لذلك ما نسميه معرض فن أبو ظبي، نسميه فن أبو ظبي لأنه يشمل الكثير من عروض الأداء، يشمل الكثير من الحوارات، جولات الفنية، ورشات العمل. صحيح التركيز الكبير في خلال هذا الأيام على المعرض المتواجد معنا بمشاركة 40 صالة عرض من حول العالم. الجميل في المشاركات الموجودة معنا أيضا ليست فقط عالمية ولكن أيضا محلية، عندنا جدا تواجد كبير من صالات العرض المشاركة معنا من الإمارات، وأيضا في فنانين أيضا مشاركين من حول العالم ومن الإمارات، ومثل ما ذكرت الأعمال المتواجدة أيضا مش محصورة فقط في لوحات، لكن عندنا أعمال تركيبية، منحوتات، أفلام، فكلها تكون متواجدة من ضمن فن أبو ظبي. يهمنا جدا ان من خلال فن ابو ظبي انه يكون عندنا في هذا التوازن بين الاعمال الكبيره ومن فنانين محترفين، وايضا اعمال لفنانين شباب، يهمنا جدا يكون في هذا التوازن، لكن في نفس الوقت انه يكون مستوى هذه الاعمال مستوى على شكل كبير. نحن يتم اختيار صالات العرض اللي هم الجاليريات، والجاليريات هم يرشحون اسماء من طرفهم من الفنانين اللي هم يمثلونهم، ويتم في مثل ما نقول ان مراحل متعدده للتواصل مع صالات العرض
ابتداء من بداية السنة يتم دراسة كل الطلبات المشاركة اللي يتم استلامها، وبعدين يتم إعلان عن الصالات العرض المشاركة معنا في خلال الصيف.